يلا حيهم ومرحبا ألف. بنسوي السمن وبالزبد المحلي يعني بلدي يعني أصيل، يعني طعامة السمنة على كيف كيفكم. اللي نعرفه عن الزبدة أنها عبارة عن مكونين مهمة، الدهن والحليب. فعلشان إحنا نفصل الدهن عن الحليب لازم نحط القدر ونحط عليه النار على نار شمعة صغيرة إلى أن تذوب بالكامل. وشوف الخطوات اللي بعدها، لأنها الخطوة الأولى والثانية والثالثة وأنت مضبط السمنة. يلا، في طريقتين في إعداد السمن كلها سهلة الثنتين، أما نخليه على نار هادية وياخذ وقته على بال ما يفصل الحليب عن الدهن ويبدأ الحليب يتبخر، هذا اللي تشوفونه يتبخر يطلع وما يبقى إلا الدهن. هذه طريقة. وعندنا طريقة ثانية اللي ممكن نشيل فيها اللي هو الحليب اللي موجود بواسطة المصفاة هذه. فلو شلت أنا الحليب بالطريقة هذه ورفعت النار، أنا رفعت النار عشان نستعجل، وبديت أصفي عشان أطلع الحليب المفصول هذا، هذا هو، هذا حليب مفصول، شوف. فممكن نطلعه وممكن نتركه على نار هادية إلين يفصل بالكامل، فعادي كذا ولا كذا، كلها طريقتين تنفع. أنا أفضل إني راح أتركها على نار هادية مدة أطول علشان إيش؟ تأخذ راحتها ويفصل. يعني شوف السمن، إحنا قلنا عندنا طريقتين، الطريقة الأولى أن نشيل الحليب بالصفاية ونسرع عملية استخراج السمن، أو أن نخليه على نار هادية لين يتبخر الحليب ويبدأ يبان زي ما أنتم شايفين. فأنا استخدمت الطريقة الثانية اللي هي إني أخلي الحليب يتبخر، هذا هو الحليب بدأ يفصل عن السمن والدهن بدأ يبان شوي شوي. طيب في هذا الأثناء إذا عندكم حجر زي هذا، حجر قوي يتحمل الحرارة ويمسك، كان بها. إذا ما عندكم عادي. طريقة الأولى، راح أخذ عين زي كذا وولع على الحجر وأخليه لين يصير حار جدا عشان نعطي ريحة السمن الحراق. طيب نقول بسم الله على بال ما يجهز هذا وهذا يحمل. العلامات ان وصلنا للسمن اللي احنا نبغاه مو هو بس الوقت، يفرق. عندنا هذا قاع القدر هنا، لازم نتاكد هذا لا يصير اسود. اذا وصل للبني المحروق كفايه. خلوني اطلع لكم منه شوي، هذا البقايا اللي بقيت من الحليب، شوفوا كيف لونه البني المحروق. ما هو المحروق اذا سواد، لا، اذا صار اسود هنا مشكله، السمن بدا في عمليه الاحتراق. وبعدين نشوف قاع القدر، يعني شوفوا السمن كيف ما شاء الله اللون الذهبي اللي احنا نبغاه. طيب ايش اللي عندنا؟ بنجي ناخذ الحجر حقنا هذا اللي احنا حميناه. اذا ما عندكم الحجر هذا هو لازم يكون فيه دقيق، احنا لازم نضيف دقيق على السمن. ليش؟ لان الدقيق هذا يمتص السوائل اللي باقي موجوده في السمن، يمتص السوائل، يمتص الحليب اذا باقي فيه حليب يمسكه. فهذه هي مهمه الدقيق في الموضوع ده. فاذا ما عندكم الحجر ممكن تاخذون الدقيق تحمسونه طاوه الين يتغير لونه ثم تضيفونه، يعني ما هو مشكلة الحجر إذا ما هو موجود. فنأخذ حجرنا ونجي هنا وبنضيفه. في ناس يضيفونه في برطمانات ويحركون الدقيق مع بعض، أنا بضيفه كذا وبحركه، هذا هو، بنحرك فيه الدقيق على طول. يا سلام، يعطيك ريحة التشويطة الحلوة هذه. حلو 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 حلو، قلب الدقيق معه، يا سلام حلو. الحين احنا طفينا النار عن السمن، بضيف الحجر، خليه يغلي معه، بدأ يأخذ غلوته. نأخذ الدقيق هذا ونخليه يرتاح ويبرد وينزل. في الأثناء ذا على بال ما يبرد السمن راح أغطيه عشان التبخيرة الحلوة هذه تمسك في السمن، تمسك ريحة الحراق فيه بشكل كامل، وكذا طلعنا بأحلى سمن. على بال ما يبرد ويهدى ونشوف وش التكملة ونطلعه، انتهينا. هذا هو السمن في ثلاث خطوات، نذوب، ننتظر حتى الحليب يتبخر ولا نطلعه، ثم نسوي الحركة هذه بالدقيق سواء كان بالحجر ولا بالطاولة المحموس، ونصب الدقيق ونخليه يرتاح. بس ثلاث خطوات فقط، بزبدة تجارية ولا بزبدة بلدية زي ما نسوي. نجي نشوف السمن، ما شاء الله تبارك الله. ناخذ هذا نطلعه على جنب ونصفي سمننا، عادي جدا بسيط. طبعا بعد ما هدى السمن وأخذ راحته وبدأ يبرد وتطلع الحرارة منه، صفينا السمن في مشخل او في صفايه الين طلعنا كل الشوايب اللي موجوده في السمن. ففي البدايه بيكون لونه بالطريقه احمر كذا او محمر، اللي يبان عليه انه محروق، لكن لا، هذا لونه الطبيعي لانه في وضع حراره. نخليه كذا الين يبرد وراح يطلع في النهايه باللون هذا. هذا هو الزبد البلدي اللي سوينا منه السمنه. فطريقته جدا سهله بثلاث خطوات، تذويب بعدين فصل الحليب عن الدهن، ثم بعدها إضافة الدقيق زي ما تعلمنا سواء كان بالحجر أو حمسة على الطاوة علشان نشيل الشوايب والسوائل اللي موجودة. هذه حلقتنا، أشوفكم على سلام.